في إطار الدور الذي يلعبه بيت العائلة المصري منذ بدء تأسيسه وحتى الآن للحد من ظاهرة الاحتقان الطائفي في مصر، أقامت مشيخة الأزهر الشريف احتفالاً بحضور قادة وممثلي الكنيسة والأزهر، وذلك لتكريم دفعة جديدة من القساوسة والأئمة الذين تم تدريبهم خلال العام الماضي على الخطاب الديني المشترك وأهمية تجديده. شارك بالحفل الدكتور محمود حمدي زغزوق أمين عام بيت العائلة المصرية ووزير الأوقاف السابق، حيث أكد على الدور الهام الذي يلعبه رجال الدين في المساجد والكنائس من خلال الخطاب الديني وتأثيره على المجتمع، كما أشار إلى أهمية تلك الاجتماعات والدورات التدريبية التي تجمع كل من الأئمة والقصوص، مما يساعد على كسر الحواجز بين الطرفين وتقديم نموذج حقيقي يحتذى به في التسامح والتعايش الديني المشترك. نحن كلنا شركاء في هذا الوطن، وبالتالي لابد أن تلتقي أفكارنا وخواطرنا ونعمل من أجل هذا البلد. فالخطاب الديني له أهمية كبيرة جدا في نفوس المصريين سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين، ومن أجل ذلك عقدنا في بيت العيلة المصرية هذه الدورات التدريبية التي ستثمر ثمرات عظيمة إن شاء الله. مثل هذه اللقاءات بتغير في الفكر كتير، وإحنا إذا كان دخل مصر بعض الأفكار المغلوطة والمنحرفة وأدت إلى الفتن الطائفية، فبالفكر نقدر نواجه هذه الأفكار المغلوطة. أقيم الحفل بمقر مشيخة الأزهر الشريف بالقاهرة، حيث شارك الأنبا أرمية أمين عام ثاني بيت العائلة المصري، والذي أشار إلى أهمية التوحد لاجتياز الفترات الصعبة، مشدداً على وسطية مصر التي لا تقبل التغيير. النهاردة إحنا في لجنة الخطاب الديني، اللجنة دي هي عملت نشاط كبير جداً ووحدت الأئمة والقساوسة في لقاءات مشتركة لتوحيد الخطاب الديني والتعامل بين الشيوخ والقساوسة في روح واحدة وقلب واحد وفكر واحد من أجل مصلحة كل المصريين. الأساس طبعا هو يعني علاقة التسامح والسلام، والإسلام أصلا يدعو إلى السلام العالمي والتعايش السلمي مع كل العالم مع كل الناس. فالأصل هو التعايش، هو المودة، هو المحبة، هو التراحم، كما دعا القرآن العظيم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. حضر أيضاً الحفل الدكتور محي الدين عفيفي مقرر لجنة الخطاب الديني ببيت العائلة المصري، حيث أعلن عن البدء بإعداد دراسة ميدانية شاملة لرصد واقع الخطاب الديني في مصر ودور بيت العائلة في تطويره وترشيده. العلاقة بين المسيحيين والمسلمين هي علاقة أزلية للأبد، بيتعايش فيها الجميع على أرض واحدة، نيل واحد، الجميع يعتبروا في تلاؤم وتناغم وانسجام، وفي نفس الوقت يكون في تواصل حي. الكنيسة تقدم خدمة عملية والمسجد يقدم خدمة عملية للمجتمع اللي عايشة في الكنيسة أو المسجد. أولاً بالنسبة للجنة الخطاب الديني تعتبر من أبرز اللجان في بيت العائلة المصرية، حيث تعنى بتجديد وترشيد الخطاب الديني وتركيز على ثقافة المحبة والسلام بين أبناء الوطن الواحد، وذلك من خلال تدريب الأئمة والقساوسة وطرح موضوعات وقضايا مجتمعية ملحة يحتاج الناس إلى معرفة رأي علماء الدين ورجال الدين في معالجة مثل هذه القضايا لأجل ترسيخ ثقافة التسامح والمحبة بين أبناء الوطن الواحد.